السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي الطلبة مرة تانية في قناة كومبو كامبان. النهاردة إن شاء الله معانا مع بارت 2 في يونت 2 من منهج كونكت بلس الصف الثاني. هناخد مع بعض النهاردة جزء اللانجوج فوكس. نركز بقى كده مع بعض عشان نحاول إن احنا نستفيد إن شاء الله منه ونعرف نحل الهومورك اللي عليه بإذن الله. لما أنا أجي أسأل، احنا كنا أخدنا قبل كده البريزنت سيمبل. البريزنت سيمبل قلنا دوت ان هو بيعبر عن بيعبر عن حاجات انا بعملها باستمرار، حاجات بعملها دايما وبعملها باستمرار. فهعملها ازاي؟ كل اسبوع، كل يوم، كل شهر، كل سنة، بس المهم ان انا بعملها كل وقت او فترة ثابتة. طب انا عايز اعرف الحاجة دي او الفيرب ده او الاكشن الفعل ده بيتكرر كل قد ايه. بسأل بايه بقى؟ ايه هي آلة الاستفهام اللي انا استخدمها في الوضع ده؟ how often. how often معناها يعني كم مرة او كم عدد المرات. how often دايما بما ان احنا بنتكلم عن present simple، مين اصحابنا دايما اللي احنا كنا بنستخدمهم لما نيجي نعمل negative او نحط not؟ كنا بنتصل يبدو يبدز، فاكرين؟ فهنا how often برضو هنفس الاثنين اصحابنا اللي هي do او does. مين مع الدو اللي فوق دولت؟ I, we, you, they، بياخدوا الدو لأصحاب الدو. طب مين مع الدوز؟ بتيجي الدوز مع هي وشي وات. ولازم بصوا ملاحظين هنا الفيرب يبقى معانا يكون في الانفينيتيف. طالما انا عندي هنا دو ودوز، طالما عندي دو ودوز لازم الفيرب اللي يكون معايا في بقية الجملة يقابلني يكون انفينيتيف. بتستخدم هذه الصيغة للسؤال عن عدد مرات تكرار الفعل، الفعل اتكرر كل قد ايه. ويجب ان تحتوي الإجابة على، لو انا بقى يعني مش عارفه كل قد ايه بالظبط، كل كام مره، بس يعني بعملها دايما او بعملها قليل او نادرا او كتير او ساعات بستخدم ايه. ده جزء من الكلمات اللي انا بستخدمها. عندي اول واحده، عندي always، لما يكون الفيرب بيتكرر 100% دائما، حاجه انا بعملها دايما دايما دايما، تمام. usually محدش يقول لي usually ولا الحاجات دي، اسمها ايه؟ usually 800% معناها عادة، يعني الفيرب بيتكرر بنسبة 80%. often التي ست ساوند سايلنت. often 700% اللي هي غالبا بعملها يعني بنسبة 70%. sometimes ساعات بقى، ساعات احيانا اللي هي 50% اللي هي 50% نص نص يعني. never ابدا، never 0% اللي هي ابدا، حاجه ما عملهاش ابدا. تعال ناخد امثله كده عشان نثبت مع بعض الكلام ده. how often do you walk to school؟ واحد ساكن جنب المدرسه، المدرسه كده على طول جنب البيت، يدوب بيطلع من البيت يمشي خطوتين يدخل المدرسه، فطبيعي دوت هيمشي للمدرسه على طول، يعني بنسبه 100%. اللي بيمشي على طول بنسبه 100% دوت هيقول ايه بقى؟ هيختار مين في دول؟ هيختار always لان هي اعلى واحده اللي هي بنسبة 100%. هيقول ايه؟ بجيبها فين بقى؟ دول كلهم بيجوا فين؟ بصوا مكانهم، قبل الفعل. عرفوا مكانهم كويس. I always walk، اهو الفيرب اهو، walk ده الفيرب، وادي always. I always walk to school every day، ده كل يوم بمشي المدرسة كل يوم، عشان عشان المدرسة جنب البيت. طيب how often does he go to the park؟ واحد بيروح مثلا الاسبوع 7 ايام، هو بيروح فيهم مثلا نقول مثلا 5 ايام ولا حاجه ولا 6 ايام، هيقول بقى دوت؟ مش هينفع يقول always لان هو ما بيروحش كل يوم، فهيقول بقى؟ هيقول اللي بعديها اللي هي usually. he usually goes. خدتوا بالكم ولا ما اخدتوش بالكم؟ ليه هنا حطينا اس؟ عشان دوت بيدل على العاده او حاجه بتتكرر، فالفيرب مع هي بياخد مين؟ بياخد اس او اس زي ما قلنا قبل كده. طب ليه هنا كان جو وتحت هنا نزل في الاجابه جوز؟ هنا كان جو ليه؟ برافو عليكم، عشان معانا داز، وداز دي معاها دايما تعالى ارسمه لكم هنا عشان تفتكروه تاني. ادي ده داز اهي، دي داز، دي مين؟ داز اهي. does kills مين؟ does بتموت مين؟ الاس، تمام. خلاص لما الاقي في الجمله does اشيل على طول الاس، او لما الاقي في الجمله does اشيل على طول الاس او الاي اس او الاي اي اس. اوكي طيب تمام. هنا بقى عندي مين؟
he usually goes to the park. بيروح لإيه بنسبة 80%، يعني هو إيه دايما بيروح يعني. How often do they play on the swing؟ هما بيلعبوا على السوينج، على المرجيحة ديت، كل قد إيه؟ ها بنسبة 50%، يعني ساعات ساعات. يبقى طالما 50 100%، يبقى هقول they sometimes. شايفين sometimes جت فين؟ قبل الفيرب اهو play، هي جت قبليه. They sometimes play on the swing. طب اللي بعديها how often does she have breakfast؟ how often does she have breakfast؟ دي بقى واحدة ما بتفطرش خالص، بتقول لك انا ما اقدرش افطر الصبح اول لما اقوم كده، فبتقوم من النوم مش بتفطر، بتقعد بقى تنزل شغلها او تروح مدرسة. طبعا دي حاجة غلط جدا، بس في ناس ايه ما بتحبش تفطر اول او تاكل اول ما تقوم من النوم الصبح. ففي الحالة دي هتقول لنا ايه؟ دي زيرو زيرو، يعني مش بتفطر خالص. فهقول ايه؟ she never never ابدا has. واخدين بالنا هي هنا كانت have تحولت لايه؟ لhas. طب ليه هنا هي هاف؟ ما احنا عارفين ان شي بتاخد هاز، ليه هنا شي حطينا معها هاف؟ برافو، عشان معانا مين؟ عشان معانا داز اللي هي كيلز اس، موتت الاس. بس هنا ما موتتش الاس كلها، دي شالت الهاز كلها ورجعت الانفينيتيف بقى المصدر بتاعنا البيس فورم اللي هو هاف. هي ستول هي فاست، دي حاجه تانية غير اللي احنا قلناه ده كده. لما انا احب اوصف شخص، انا هنا وصفت هي از تول، هو طويل، هي از فاست، هو سريع. ما اقعدش اقول هي از تول، هي از فاست، هي از كايند، هي از سلو، هي از بيج، هي از، لا ما اقولش كده. انا اقول هي از مره واحده واعمل ايه؟ اجمع الصفات، اجمع الصفات، يعني دول كلهم كده هعملهم جمله واحده اهي. هي از اكتبها مره واحده واحط هنا الصفه اهي واربطهم باند، طالما هم هو فيه الصفتين، هو طول وهو طويل برضو وسريع، فهقول هي از تول اند فاست، ده طويل وكمان سريع. طب هنا ديت عايزه اقول شي از شورت، شي از سلو، ما اقعدش اقول شي از شي از شي از، لا انا اخد شي از مره واحده واشطب الثانيه دي واربط الصفتين، بما ان دي صفه ودي صفه، ادجكتيف ان ادجكتيف، اربطهم بمين؟ باند. شي از شورت اند سلو، she's short and slow. كي كده تمام تمام. هنا عندنا دوت سؤال ريارينج، المفروض ان احنا بنعمله ده، هيبقى في الهومورك. بس هنا الجو هيبقى في الهومورك معانا، احل معاكم اول اتنين كده as an example. عندنا هنا two usually he walks school. لما نيجي نبدا بالجمله دي هنبدا بمين؟ دايما في الانجليش ببدا بالسبجكت، بالفاعل اللي هو عندي مين هنا؟ اللي هو عندي هي. طب هكتبه في الاول اهو هي. هرتب بقيه الجمله دي ازاي؟ عندي تو ده بريبوزيشن حرف جر، يوجوالي دي ايه؟ اداه الكلمه بتدل على تكرار الفعل، ووكس ده الفيرب، وسكول ديت الايه؟ البليس. اوكي؟ المفروض ان انا الفاعل بكتب بعديه الفعل في الانجليش، ترتيب الجمله كده يعني هي واقول ووكس. بس انا عندي هنا قلنا الكلمات اللي ورا اللي هي ظرف الزمان ديت اللي موجوده ورا اللي احنا خدناها ورا دي، دي بتيجي فين؟ قبل الفعل. يبقى انا اكتبها الاول، يبقى هي يوجولي وانزل ووكس بقى، يعني لو كانت مش موجوده كنت هقول هي ووكس على طول، لكن بما ان هي موجوده لازم اكتبها قبل الفيرب. تو سكول الى المدرسه. تعالي نشوف اللي بعديها. On she plays swing often there. ماشي؟ هبدأ بمين؟ هبدأ بالفاعل. فين الفاعل عندي هنا؟ برافو، اللي هو she. المفروض بعد الفاعل الفعل، بعد الفاعل الفعل. فين الفعل عندي هنا؟ اللي هو مين؟ اللي هو plays. تمام؟ بس نلاحظ ان في عندي هنا often. often دي مكانها فين؟ المفروض بتبقى قبل الفعل زي usually هنا. فهقول she often، واقول ايه بقى؟ plays. يبقى احنا قلنا she often plays on the swing. on the swing هو دايما، هي دايما بتلعب على الايه؟ on the swing اللي هي المرجحة. تمام؟ هنكمل وهكذا بقية الاسئلة على نفس النمط دوت اللي احنا خدناه دلوقتي. تمام؟ هنا عندنا correct the mistakes. correct the mistakes اللي هي وصحح الخطأ. الجمل ديت فيها
اخطاء، وانا مساعداكو كمان وحطلكو خط تحت الكلمه الغلط المفروض اللي هي تتصحح. هنحل مع بعض برضو اول اتنين كده ويبقى الباقي homework. عندنا هنا ايه بقى؟ he walks usually to school. ايه ده ايه ده ايه ده ازاي he walks usually to school؟ ما ينفعش طبعا، لان احنا قلنا الكلمات دي اللي بتدل على تكرار الفعل بتيجي قبل الفعل، بتيجي فين؟ قبل الفعل. ما ينفعش اقول walks usually، اقول ايه؟ usually walks، usually walks. يبقى انا هبدل الاثنين دولت، اكتب التصحيح بتاعهم هنا كده. والناس اللي بتبعت لي اجابات يا جماعه ارجوكوا يا تصوروا الورق تطبعوه وتكتبوا الاجابه وتصوروها لي، يا تكتبوا الارقام، لاني انا بقعد ادور كتير والوقت ضيق جدا ان انا ادور على الاجابات دي كلها. She never go to the park. She never go to the park. She ما بتحبش الفيرب كده ابدا، ما بتحبش الفيرب go go كده، تمام؟ بتحبوا ايه؟ في اس او اي اس او اي اي اس، بما ان هنا دوت اخره او فبزود له اي اس، يبقى she never goes to the park. She never goes to the park. اوكي، وهكذا عشان الوقت بس، وهكذا بقيت الهوم ورك هنا. بعد ما نحفظ الكلمات، ارجوكم نحفظ الكلمات الاول، هنحل عليها الاسئله ديت، تمام؟ اسئله الكومبليت ديت واسئله الايه الري رايت. هنا هحل معاكم برضو اول اتنين كده او حاجه، وانتوا تحلوا باقي الباقي هوم ورك عشان تعرفوا بس الدنيا بتمشي ازاي. هي ووكس تو سكول، تمام. طالب مني ان انا احط ايه؟ احط always هاو بين براكتس هنا. طب always دي احطها فين في الجمله؟ خلاص اتفقنا ان كل الكلمات دي بتيجي فين؟ قبل الفعل. يبقى هقول he always walks to school. هو عايز يشوفني انا هعرف احطها في المكان الصح ولا لا، تمام. هنا I sometimes goes to the park، وعايزني احط هنا ايه؟ سوري، هنا she sometimes goes to the park، وعايزني احط ايه؟ I. هحط طبعا I مكان she، اشيل ضمير فاعل احط مكانه ضمير فاعل، ما غيرهوش مكان حاجه تانية، يبقى I. طب انا شلت she وحطيت I، مين بيتغير؟ اجري اجري اجري. ابص على الفيرب، هو الفيرب هنا كان اخره es عشان she بتحب الفيرب كده. لما هاجي اكتب I هي sometimes هتنزل مش هتتغير، معنى هي كده كده مكانها بيجي قبل الفعل مع اي فعل مش بتفرق معاها. يبقى I sometimes ايه؟ ما ينفعش اقول goes، مش ممكن، لان I بتحب الفيرب ايه؟ اللي هو يكون معاها infinitive، سادة، go to the park. يبقى كانت الجملة she sometimes go to the park، لما حولناها بقت I sometimes go. هنا كان goes بقت go، goes عشان معانا she، هنا بقت go عشان معانا I sometimes go to the park، تمام كده؟ اوكي، هنحل بقية الاكسرسايز زي ما اتفقنا كده. هنا دي اسئلة اللي تشوز، يلا احل معاكم برضو منها سؤال كده ولا حاجة. how always ولا how never ولا how often do you walk to school؟ how بتيجي معاها مين؟ often، صح، يبقى انا هختار often. how often do you walk to school؟ ده بيبقى ايه؟ بسيط، سؤال اللي تشوز دوت ايه؟ ان شاء الله بسيط ومفهوش حاجة. وبكده نكون خلصنا ان شاء الله حلقة النهاردة على خير. اتمنى تكونوا استفدتوا وتكون عجبتكم الحلقة. لو استفدتوا يا ريت ندوس سبسكرايب واشتراك للقناة عشان تصلكوا كل الحلقات بالترتيب ان شاء الله، ونخلص مع المنهج مع بعض كلنا، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.